خويا وقع، انا قلت لك الصباح ديت الوالده السبيطار تروح العمليه على عينيها، دخلوها البلوك، خرجت انا مريح واحد الجرده. ديك الجرده كاين واحد السيد ومرتو باركين ورايا ولدهم، وواحد المراه وراجل منهم ليه كيتناقشوا في الهضره داك الشيء بحال ما كاين والو، ما عندكش فاش غتدخل تقول عائله ولا ما عرفتش شكون هما هذوك، ما تقدرش تدخل حيت ما كاين لا مضاربه لا والو، باركين عاديين كيهضروا ولكن كيهضروا شويه بزاف. واحد الوقت انا ريحت كنسمع التليفون تخبط مع الارض، اللي تلفت في السيد بحال ما كوي بلي يهز التليفون طوعه على واحد الحيط بحال ما هذا عامر شجر لاحو. تلفت انا في السيده اللي كانت باركه مع بنت يطيح، انا قلت اضربها بيدو ولا شي حاجه حيت العيالات تكروشي راه غادا تغيب. الوقت اللي مشيت عنده انايا كنجري لقيت السيد هاز الموس ويديه كله دمايات. ليش درت يا صاحبي؟ قال لي انا خاسر عليها 15 مليون. قلت له خاسر عليها 15 مليون اخويا، ها وقف هنا تيجيو مي الوقت، راك هنا انا وياك في هذه الجرده هذه. صافي هذا هو اللي كاين، بقيت انا شادو حتى خرجوا دوك شي ناس طبوا داك الشيء، عيطوا للبوليس، جاو البوليس ركبوا له المينو داو. هذا هو اللي كاين. وهي ماتت في البلاصه. لا قالت مشات للانعاش. قالت مشات للانعاش. ترى ما تقدرش تشوف ديك الحاله السيده بحال ما كوك ما هي فرمليه على شي سبيطار. شوف بيناتهم الله اعلم اش واقع عليهم الله اعلم. شفت انا ملي طيح عليه كان وقت الضربه، انا باش غيضربها ما شفتوش، انا عاطي بالدار انا باش فقت انا بالتليفون ملي تضرب في الارض. هو اللي خلاني تلفت هز التليفون لاحو على الحيط. هي ديك باش مشيت لي انا عنده قاصد بغا يقاوم، ولكن انا ما غاديش كتبان لك المراه طايحه، ولكن هو ما سرحش الموس باش غادي يقاومني حيت انا دركته ووقفت عليه وبقيت حاضري مع يدي، ولكن بقى واقف حتى هو تجاو الامن داروا لي المينو داو ركبوه في الطوموبيل، وهي مسكينه راه داو باش يعتقوها الساعه. قال لك مول الامانه دا امانته. اخو كيقول لي انا خاسر فلوسي، انا هادي انا شحال من عام وانا معاها وانا كنخدم وكنعطيها، وانا ما داكشي انا ما دخلتش لي انا دماغي حيت داكشي بنادم ما عمره غتسمع الحقيقه وما عمره غيقول لك هو الحقيقه اش كاين. اللي سولته قلت واش مرتك؟ قال لي ماشي مرتي، دير معاه باش ناخذها وهذه من هنا، ولكن داكشي ما انا ما دخلش ليا لدماغي. هذا هو الدم بحال الدواء، راه روح هذيك راه روح حتى هو تلقى دابا ضربه الخواف، راه هي هذيك كان باغي يخلعها ولا شو شنو هو يضربها بها. انا دابا والله الا مريض وحق الله، والله الا مريض، والله الا خرجت للباركين بزز هذاك الديكور شت انايا، لا هي ولا هو ما تبغي حتى واحد، ولكن الشيطان ولد الحرام هذا هو اللي كاين. اي خرج راه غادي كاع اجو سيكيريتي تما كاين كلهم غادي يديهم حيت هما اللي مكلفين، هما اللي خصهم يعمروا القناه ديالهم. وهذاك القنت هذاك القنت ما فيه حتى واحد، كون هرب راه غادي راه ما غاديش. الحمد لله راه عندنا الامن ديالنا حنايا راه خدام، راه ما يديرش كاع 48 ساعه، ولكن عا واحد شويه التخصيص غادي يكون على رجال الامن وعلى بزاف د الحوايج الناس اخرين حتى هما. ولكن الحمد لله ملي تشد قدم البوليس راه هذا هو اللي بغينا حتى حنا. اش غادي نقول لك؟ اش غادي يعرفوني؟ كيقولوا بطل بطل انا بدر هاري، راه داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى كتبوا لنا الله، راه حنا درنا هذه راه ثاني خطره هذه، راه وقعت حتى روح في سبيطار سيدي عثمان، حتى هو واحد ضرب واحد بحال ما هو شديته في السبيطار، وباقي كاينين الناس اللي حاضرين وكل شيء. انا عندي الزراد في السبيطارات عندنا بحال هاد التشكيله في السبيطار، وقعت لي في السبيطار سيدي عثمان وقعت لي في 20 غشت، وانا راه كنت مريح يا الدري ميجر فيا كيقول يلا 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 نجيبو قهوه. قلت يا خويا خليني رنعيت، واذا دخلت البلوك خليني مريح الكميه كار العقل عليه، ما بغيتش نبقى واقف حدا الجوقه. بقيت بارك تما في الجرده حتى وقع اللي وقع. لو كون نط انا مع السيد ما غاديش كاع نحضر لهذا الشيء كاع كامل. راه كتشوف كون راجل مع راجل غتقول راه، ولكن كتشوف مرا طايحه. انا ملي اكد لي ملي لقيت يدو عامر دمايات والموس في يدو تا هو عامر دم، صافي انا عرفت السيد انا غزر ما ضربش بيدو.